يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف ويتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ أي لمعنى هذه المصطلحات، أو بمعنى آخر متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟ التطرف الأخذ بالرهاب التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والإرهاب هو يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق بغير دليل، على هذا جهل وغلة بصيرة. هم الإرهابيون من يقتل الناس بغير حق وبغير حجة شرعية، فيغيرون على الناس أمنهم ويسببون المشاكل بينهم وبين دولهم أو لهم وهمهم. أما من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر حسب طاقته فليس من هذا الإرهاب.